مشاهدين للطرق قوانين تنظمها وحركة الطيران لها قانونها الخاص، وكذلك الملاحة في البحر لها قوانينها. معرفتها والوعي بشأنها أمر واجب على هواة البحر. القوانين الملاحية والقوانين الدولية لمنع التصادم والقوانين الخاصة بالدول كلها أمور تنظم وهدفها أنها تضمن السلامة للجميع. في هذا الإطار يسعدنا أن ينضم لنا في الاستديو منذر الكندري مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة ومعهد التمريض سابقا. مساك الله بالخير، حياك الله معنا في ماذا بعد. الله يسلمك، حياك الله. بداية خلينا نتكلم عن أهمية الملاحة البحرية. نقدر نقول أن الملاحة البحرية إذا بنتكلم عنها ترى ما في نقل بدون ملاحة، ولا في ملاحة بدون نقل، فبالتالي ولا في أساسا تجارة بدون نقل، ولا في نقل بدون تجارة، فبالتالي كل حجم التجارة العالمي هذا كله اللي قاعد يتنقل بين الدول لولا الملاحة البحرية كان ما لقينا هالبضائع هذه موجودة. هذا رقم واحد. الملاحة البحرية قاعدة تنقل 80% من حجم التجارة العالمية، وتخيلي أن الطيران ينقل 0.8 فاصلة 8، يعني حتى 1% ما لحق. فبالتالي يبين لنا هذا شنو أساسا دور الملاحة، وشلون الانسيابية مالت البضائع. يعني لو ما في ملاحة فبالتالي ما في بضائع راح توصل، ولا في تجارة راح تنتقل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية لو جينا شفنا الأهمية هذه نعكسها على أعداد السفن الموجودة على مستوى العالم، فأعداد السفن الموجودة على مستوى العالم 50,000 سفينة قاعد ينقلون كل حجم البضائع هذا. بواسطة 1,600,000 بحر. فبالتالي نلاحظ ان يعني احنا عدد الكويتيين بالكويت 1,450,000 تقريبا، عدد البحار على مستوى العالم 1,600,000. فهذا يبين شنو دور الملاحه البحريه وشنو اهميتها على مستوى العالم وعلى مستوى اساسا حتى المجتمع المحلي. طيب ما اوجه التعاون يعني خلينا نقول بين الدول المجاوره والدول غير المجاوره في مجال الامن الملاحي؟ دائما تصير في لقاءات دورية احنا الكباتن البحرية، يعني عن بالناسبة انا كابتن بحري، فدائما التعاون يكون موجود ما بين الدول. الهدف منه دائما اللي هو انسيابية تدفق البضائع. يعني لو صار عدم تعاون فبالتالي راح لاحظ ان ما تصير عملية انتقال البضائع ما بين الدول بطريقة سليمة. التعاون هذا والتعاون الامني موجود على مستوى الIMO المنظمة البحرية العالمية تحت مظلة الأمم المتحدة، وتخيلي أنه موجود على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هم أيضا قاعد تصير لقاءات ما بين الدول بحيث أن ينظمون انسيابية حركة السفن وحركة الملاحة ما بين دول مجلس التعاون، وشون عملية حماية السفن وحماية الملاحة بحيث ما يصير أي عدم تدفق سلس للبضائع من بلد إلى بلد. طيب قبل أن ندخل لبعض القوانين وتفاصيل بعض القوانين، خلينا نتكلم عن أحجام السفن وأنواعها يعني باختلافها. تمام. لو جينا في البدايات أنواع السفن كانت قليلة جدا. بعد ما بدأت الملاحة البحرية تسيطر على النقل، نفس ما قلنا أستاذة قبل شوية أن 80% من حجم التجارة العالمية قاعد تنقلها السفن، فبدأ التنوع في أنواع السفن اللي هي حاليا عندنا على مستوى العالم تقريبا 54 نوع وحجم لأنواع السفن المختلفة. يعني في سفن ثلاجات، في سفن حاويات، في سفن سيارات خاصة حق السيائر، في سفن لي مع احترامي لك واحترام المشاهدين للمواشي، في سفن لي نقل الحديد، في سفن لنقل القطن، في سفن لنقل القمح، فبالتالي انواع وايد مختلفه. وهذا اللي خلى الملاحه البحريه وايد مميزه على مستوى العالم، واقبال التجار على الملاحه وعلى انواع السفن المختلفه. طيب خلينا نذكر امثله على المخاطر الملاحيه. ككابتن بحري خلينا نقول ان الاخطار الملاحيه عاده تنحصر في رقم واحد الظروف الجويه.
عادة يعني لو بعطيك مثال مثلا، أقصى أو أقوى قوة بحر ممكن أن نصادفه خلال البحار هو فورس 12. هذا ارتفاع الموجة، نتكلم عن ارتفاع الأمواج 45 متر. فهذه من الأخطار اللي فعلا تعيق حركة السفينة. هذه من الأخطار اللي فعلا ممكن البضائع تطيح من السفينة وتنزل في الماء. فبالتالي هذه من يعني من أهم المخاطر. المخاطر الثانية اللي ممكن نصادفها في البحر اللي هي الأعماق اللي موجودة والمياه الضحلة اللي تكون موجودة، الجزر اللي عادة تكون مع المد مختفية تحت الماء. هذه من الأمور اللي فعلا تسبب لنا اللي هي الأخطار الملاحية. أيضا من الأخطار الملاحية اللي هي الأخطاء البشرية اللي ممكن تصير على ظهر السفن ويتسبب الحوادث، تسبب الكوارث، تسبب غرق السفينة. فهذا اللي مخلي الناس اللي يشتغلون على ظهر السفن مدربين بشكل جيد. مو مسموح أن ينزل على ظهر السفينة أي شخص ما عنده شهادة أهلية اللي هي نقول عنها Certificate of Competency، معتمدة من المنظمة البحرية العالمية. فبالتالي هذه الأمور اللي تخلي مدى أهمية البحر والأخطار الملاحية إن شلون فعلا نقدر نتجاوزها خلال بحارنا. هذه بالنسبة لكم دكتور. طيب بالنسبة للهواة والصيادين، يعني خلينا نتكلم عن المخاطر اللي يواجهونها باعتقادك. وايد حلو. عادة الأخطار اللي تصادف إخواننا مرتادين البحر، نلاحظ إن الظروف الجوية، وهذا أهم شيء. عشان كذي نصيحة وايد مهمة لرواد البحر إن دائما أتأكد من الظروف الجوية قبل ما أبحر بطرادي أو قبل ما أطلع بالجيتسكي. هذه من الأمور اللي لازم أركز عليها. الأمور الثانية اللي هم بعد أركز عليها كأخطار ملاحية اللي هي نسميها الأرياق، اللي هي المياه الضحلة كلش، اللي هي وهذه أماكن الصيد، يعني حواليها تكون دائما السمكة تكون وايد متوفرة وتكون وايد أساسا تتجمع بهالأماكن هذه اللي هي الأرياق والأمور هذه. طيب يعني قلت نصيحة جميلة جدا دكتور، شنو عندك بعد من نصائح تقدر تقدمها للسادة المشاهدين خاصة لهواة البحر ونزول البحر؟ رقم واحد، لازم أول شيء يعني كل مرتاد بحر، كل قائد لطراد لجيتسكي لازم على الأقل ياخذ اللي هو الليسن مال النوخذة اللي هو النوخذة باء. الوزارة المواصلات يعني مشكورة ممثلة في إدارة النقل البحري اللي حاليا راحت تحت مظلة الإدارة العامة لخفر السواحل، وفرت رخصة اللي هي النوخذة باء، وفي لها عقوبة. يعني أي قائد زورق، أي قائد طراد ما ياخذ الليسن هذا فبالتالي يعتبر مخالف، 500 دينار قيمة المخالفة، وفي حالة الصلح تصير 100 دينار. فهذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية إن فعلا لازم أتأكد من الظروف الجوية. النصيحة الثالثة، لازم أبلغ الإنقاذ البحري أو خفر السواحل أنا وين رايح، وين متوجه بالطراد مالي، إيش كم ساعة بقعد بالبحر، هل بقعد ساعتين ثلاثة، لا والله بقعد نهار كامل. ليش؟ عشان إن لا سمح الله في حالة إن انفقد الاتصال مع الطراد، على الأقل الأخوان في الإنقاذ البحري عارفين هو وين رايح، أي منطقة، عارفين أساساً إيش كثر قاعد، إيش كثر راح يبحر. فبالتالي تكون سهل بالنسبة لي في عملية البحث والإنقاذ إذا أنا أبي فعلاً أوصل له. من الأمور اللي لازم هم بعد أركز عليها وايد اللي هي أتأكد أن الأجهزة الملاحية اللي عندي على الطراد شغالة وسليمة. ليش؟ لأن لو لا سمح الله مو شغالة البوصلة مثلا، وهذه نقطة وايد مهمة، لازم أتأكد أن البوصلة تتحرك، يعني ساعات تكون جامدة ما تتحرك، فهذه ما تعطيني اتجاهات صحيحة. فلازم أعرف أساسا شلون أستخدمها، شلون أساسا هل هي شغالة مو شغالة، الجي بي أس شغال مو شغال، هل أنا عندي وقود كافي، هل عندي ماي وأكل كافي، هل فعلا أنا كإضاءات طراد إذا أنا
بالليل هل إضاءة الطراد عندي شغالة؟ لأن كل طراد له إضاءة معينة بناء على طول الطراد، بناء على استخدامه، فبالتالي في إضاءات معينة. هذه الأمور اللي فعلا لازم أكون متأكد أنها هي موجودة. سترات النجاة يا جماعة الخير ترى يعني نلاحظ دائما يا أخواننا يستهينون وايد بالموضوع. ترى على فكرة يعني المفروض أن أنا طول ما أنا على الطراد اللايف جاكيت أكون لابسة، أي نعم متعب لكن لازم أكون لابسة، لأن أنا ما أدري بأي لحظة ممكن أنا أطيح، ممكن رأسي يضرب بزاوية الطراد أو شيء وأطيح بالماء ما حد ينتبه علي، فبالتالي عملية الإنقاذ تكون بالنسبة لي أنا أنقذ نفسي بنفسي. الطوق النجاة هذا لازم يكون موجود بالضبط على الطراد، ولازم يكون يا أما مزود بإضاءة وصفارة، يا أما يكون مزود بحبل بحيث أن أنا لما أحد من عندي يطيح أقط الطوق وبالتالي أقدر أسحبه، مو بس أقط الطوق وخلاص. عندنا هذا الوعي بالكويت؟ لازم، يعني عشان كذي دائما يكون في اختبار نظري قبل ما يعطون للقائد الزورق اللي هو ليس ناخذه باء، وبالتالي يبدون يتعاملون، يعني يبدا يتاكد انه هو هالمعلومات هذه متوفره عنده، ملم بقانون منع التصادم مو ملم بقانون منع التصادم. في حوادث وايد صارت، يعني من 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 اكثر الحوادث اللي ما نقول حادثه، نقول يعني الأمور أن البحارة أو الناس اللي على الطراد ضيعوا طريقهم، يعني البوصلة دائما ما خلي يمها مفاتيح، ما خلي يمها موبايلات، لأن البوصلة مجرد ما هالأمور هذه راح تأثر عليها. وهذه حادثة صارت مع يعني من الشباب الكويتي اللي على الطراريد، وفعلا بدل ما يروح الكويت راح مكان ثاني، فبالتالي لأن البوصلة أعطت اتجاه ثاني بسبب أنها تأثرت. من ضمن الأمور اللي لازم هم بعد أدير بالي منها، ساعات السن أو نقول عنه الأنكر يعلق، وأنا ما نقطه يعلق بقاع البحر. طيب في بعضهم شي يحاول يسوي، يحاول انه هو يمشي بالطراد بسرعه على اساس انه شنو يسحب هذه ترى غلط. يعني انا لو سويت الحركه هذه ممكن طرادي يقلب على فوق تحت. شلون يتصرف في الحاله؟ اقطع السن، ما احتاجه، لان السن كم سعره؟ 10 دنانير، ولا اني اخسر ارواح، ولا اني انا اخسر الناس اللي معي. فبالتالي هذه من الامور اللي لازم فعلا ادير بالي منها وانا في البحر. نقطة مهمة بعد أستاذة، صندوق الإسعافات لازم يكون موجود، لازم أعرف شلون أستخدمه، لازم أعرف شلون أعالج حالة كسر، أعالج إذا حالة مثلا نزيف، لأن يعني ساعات مثلا تدرين الطراد عليه قزاز، عليه جام، فممكن أن واحد يتعرض لنزيف، ممكن أن مثلا واحد يطيح تنكسر إيده يصير شيء، فبالتالي لازم هالأمور هذه تكون موجودة. طالما طيب هناك مواقع عسكرية وحقول نفطية مثل ما تعرف، ما هي المسافات الآمنة لمرتادي البحر عند الاقتراب من هذه المواقع تحديدا؟ يعني طبعا اللي صاير ان انا لازم احط في بالي ان المسافه الامنه 3 ميل، لكن تجاوزا الاخوان قاعد يخلون ميل ونص ميلين، انا هم بعد بمسافه امنه طال عمرك. فبالتالي يعني هذه الامور اللي لازم فعلا ادير بالي منها وانا مقرب صوب حقول النفط، صوب المناطق العسكريه، لان هذه اماكن وايد خطره فعلا. فبالتالي ما اعرض نفسي، ما اعرض الناس اللي معي لمساءلات قانونيه، لأن طلعت البحر مالتي تصير عكسية علي، تصير متعبة، فبالتالي هذه من الأمور اللي لازم أدير بالي منها. في بعض الناس يتصرفون بالبحر يعني يقول لك وفقا للخبرة مو وفقا للقانون، هل ممكن يعرضهم هذا الشيء للخطر، أو يعني نقدر نقول هذا مفيد لهم أن عندهم هذه الخبرة؟ شوف يا طال عمرك، لازم أن أنا كبحر، أنا كمرتاد بحر، لازم تكون عندي أساسا الدراية في أن شلون عملية الإبحار، لازم يكون عندي الدراية شلون أتعامل مع البوصلة. ترى يعني العملية سهلة، حتى خلينا نفرض وأنا بنص البحر البوصلة
وقفت ما اشتغلت تعطلت. طيب شلون اتصرف وحتى ما عندي موبايل؟ لو انا بالنهار كل اللي بسوي ان امسك اي قلم او امسك اي شيء اصبعي حتى تمام واخليه على ورقه بيضاء او على فانيله بيضاء زين الظل اذا انا قبل 12 الظل مال القلم هو اتجاه الغرب. اها اوكي. فبالتالي انا على طول عرفت ان انا دائما ادري ان اتجاه الغرب اذا خليته على يساري معناته بوجهي اللي هو الشمال. لو بعد الساعه 12 الظل اللي عاكس على الورقة نفسها اللي ظل القلم أو ظل إصبعي أو ظل خشبة أو ظل شيء بعد الساعة 12 الظل ماله راح يصير اللي هو اتجاه الشرق. الشرق. فهمتيني شلون؟ فبالتالي أقدر أسوي لي بوصلة وأنا وأنا إذا ما عندي بوصلة إذا لقيت نفسي تايه إذا لقيت نفسي ماني عارف شلون أتصرف. طيب نسمع عن المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية دكتور والمياه المتاخمة صح. يعني وغيرها من المسميات، ما هي الاختلاف يعني فيما بينهم أول شيء؟ شوفي طال عمرك هذه الاتفاقية صارت ب 1973 من خلال منظمة IMO اللي تحت مظلة الأمم المتحدة وسووا الاتفاقية هذه بال 73 ووقعوها في سنة 82 وبدأ سريان الاتفاقية في سنة 1994. الاتفاقية شو تقول باختصار؟ تقول إن لكل دولة مياه إقليمية وهي عبارة عن 12 ميل من أدنى نقطة اللي هي من أدنى جزر مو من الأرض، لا الماية لما تروح عندي آخر أدنى جزر الأرض هذه اللي تبين من هني أحسب 12 ميل. هذه تعتبر المياه الإقليمية. ليش سموها مياه إقليمية أستاذة؟ لأن المياه الإقليمية لي حق كدولة حق السيادة في كل شيء تعتبر كأنها أرضي لها، بس لها حطوا شرط واحد للدولة أنها تسمح بمرور السفن سواء تجارية أو حربية ما لم يكون أي من وراها أي خطر على الدولة. فبالتالي تقدر هذه المياه الإقليمية. المياه الإقليمية هذه تعتبر نفس ما قلت لك طال عمرك هي تعتبر أرض أرضي. بعدها ال 12 ميل اللي بعدها يسمونها اللي هي المياه المتاخمه. هذه استاذه المياه المتاخمه شنو هي؟ لي نفس السيطره عليها لكن مو سياده كامله، لكن لي حق ان انا افرض الجمارك، افرض شؤون الهجره عليها، افرض الضرائب عليها، لكن ما لي حق السياده الكامله. هذه يسمونها المياه المتاخمه. فاللي هي معناته عندي 12 ميل وعندي 12 ميل ثانيه هذه 24 ميل. نية على المياه اللي هي يسمونها المياه الاقتصادية. المياه الاقتصادية من أدنى جزر اللي هو من خط الأساس عندك 200 ميل هذه المياه كاملة لي حق أن أنا أنتفع من الثروات اللي موجودة في الماء اللي فيها. طيب لو المسافة بيني وبين الدولة اللي قدامي أقل من 200 ميل أو خلينا نقول لهم 200 ميل وأنا لي 200 ميل المسافة بيني وبينهم 100 ميل مثلا حلو؟ بهالحالة عادة يسوون اتفاقية ما بين الدولتين رد ترسيم حدود، أو لو تم اللجوء لمحكمة العدل الدولية أو للأمم المتحدة فبالتالي يسوون شيء اسمه خط وسط ما بين الدولتين، بيني وبينك 200 ميل مثلا، فبالتالي لك 100 ميل طال عمرك ولي 100 ميل. هذا اللي هو يصير في حالة اللي هو خط الوسط. هذه اضمنت لي الدول إن بحيث أن أنا أقدر أنتفع من الثروات اللي موجودة عندي. طيب قوانينها واحدة دكتور ولا يعني تختلف المياه الاقتصادية تختلف عن الإقليمية وغيرها ولا لهم نفس القانون؟ هذيل نفس ما قلت لك المياه الإقليمية سيادة كاملة فقط هذا الاختلاف. يا سلام عليك. المياه المتاخمة أنا لي خلينا نقول ربع سيطرة أو نص سيطرة. المياه الاقتصادية ما لي سيطرة عليها لكن أنا أقدر أنتفع منها، يعني مثلا لو في نفط أو في غاز أو في مثلا ثروات تحت الماء فبالتالي هذا لا يعتبر أنا أقدر أستفيد منها الثروات اللي موجودة. طيب دكتور منذر الكويت ارتباط كبير وقديم يعني بالبحر صح. شنو أهمية تعلم يعني خلينا نقول بعض المهارات الملاحية ومعرفة القوانين بالنسبة لأهل البحر؟ طبعا شوفي طال عمرك الكويت في القرن 17 والقرن 18
كان اسمها بوابة الشرق السحرية. اسم وايد حلو. ليش سموها بوابة الشرق السحرية؟ لأن البضائع كانت تي من الهند ومن الصين، كانت توصل لغاية الكويت، وتنزل البضائع من السفن بالكويت، يأخذونها الكويتيين، يطلعون فيها قوافل لغاية سوريا، ومن سوريا تأخذها سفن مرة ثانية توديها أوروبا. فكنا إحنا حلقة وصل ما بين تخيلي آسيا وأوروبا من خلال الكويت. هذا خلى الكويتيين متعلقين في البحر، متعلقين في التجارة. عشان شيء لاحظ أن الكويتيين معروفين بالتجارة من الأزل، فبالتالي هذه الأمور هي اللي خلت مدى تعلق الكويتيين في البحر. تعلق الكويتيين في البحر ترى ليومنا، يعني تخيلي لو يبنى عدد القطع البحرية والطراريد اللي موجودة بالكويت، ترى عندنا 19,300 طراد مسجلين في إدارة النقل البحري. لو قسمناهم على عدد الأسر الكويتية، ترى تخيلي كل 19 أسرة لهم طراد. يعني بكل فريج لازم تلاقين في عندك طراد. تخيلت إيش هو عدد الجيتسكي؟ 12,000. فتخيلي لو جمعت الجيتسكيات مع الطراريد هذيلة وقسمتهم على عدد الأسر الكويتية، راح يطلع كل 10 عوائل عندهم لازم يا جيتسكي يا طراد. لازم هاوي بحر واحد، لازم عندنا بكل 10 عوائل. تخيلتي يعني بالفريج مو طراد واحد، لا ممكن طراد وممكن جيتسكي. تخيلتي؟ فهذا يبين ان ايش كثر احنا متعلقين بالبحر. على فكره الكويت اول دوله تنشئ شركه ملاحه للنقل، هذا الحكي في سنة 1957 اللي هي شركة الملاحة. وتخيلي هذه الشركة كانت للكويت، بعدين صارت لدول مجلس التعاون، وهذه الشركة كانت تنقل كل البضائع من كل أنحاء العالم لدول الخليج. هذا يعطيني أيضا على فكرة ناقلات النفط الكويتية سنة 1957، يعني إحنا نعتبر ثاني أكبر شركة ناقلات نفط موجودة في الخليج بعد أرامكو، لأن أرامكو بالثلاثينات. فإحنا قاعدين نتكلم عن تاريخ يعني من القرن 17 وإحنا البحر بدمنا. وعلى فكرة يعني دائما أقول، أنا أقول البحر بدينا منه وراح نرجع له، لأن فعلا هو مصدر. يعني لو ما البحر ترى كان ما عندنا سيائر، كان ما عندنا هالبضائع، كان ما عندنا هالتكنولوجيا، لأن هذا كله قاعدين بشنو؟ بهالسفن. فبالتالي يعني مرة يعني طالب من طلبتي كان يقول لي، يقول لي كابتن أنت قاعد تعلمنا وقاعد تدرسنا وأنا آخر شيء أسوق طراد، أنا سايق. قلت له أنت ليش مطالع وظيفتك بالطريقة هذه؟ ترى لو ما أنت، ترى ولا بضاعة توصل الكويت فعلا. ولا بضاعة. تخيل السفن هذه الكبيرة اللي قاعد توصل، طلبتنا هم اللي يدخلونها داخل الميناء. فلو ما أنت وجودك كان ماكو بضايع توصل الكويت. فأنت دورك قاعد تخدم التجارة العالمية، هذا دورك. فإحنا ككويتيين من الأزل شغلنا كله بالتجارة. ومن وين؟ من البحر. ومسمانا حلو، يعني مسمانا تخيلي بوابة الشرق السحرية، اسم يعني موسيقي وايد وايد حلو. عرفت ايش؟ يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمك طال عمرك، وانا سعيد اني وجودي معكم. مشاهدينا، التهور والاستهتار في البحر سبب من اسباب الحوادث، سلوك يعرض سلامة الافراد للخطر والمسؤولية، ومراعاة الغير احترام وسلامة وامان. التقرير القادم مع هواة البحر، نسمع رايهم في موضوع اليوم، نستكمل معكم حلقتنا.